شكرا فخامة الرئيس نيكوس، صديقي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس نيكوس أنستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، دولة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتساتوكيس، رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، السيدات والسادة الحضور، يسعدني أن أتواجد معكم في هذا البلد الصديق، ويطيب لي توجيه الشكر للصديق العزيز فخامة الرئيس أنستاسيادس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فضلا عن حسن إدارة فعاليات اجتماعنا الثامن لقمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والذي يتزامن هذا العام احتفالنا بالذكرى 60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص عام 1960. وأؤكد مجددا اليوم على ما تمثله آلية التعاون الثلاثي منذ تدشينها عام 2014 بالقاهرة من محفل استراتيجي لتبادل الرؤى حول سبل تطوير علاقات التعاون فيما بين دولنا الثلاث، والارتقاء بها على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الأولوية إقليميا ودوليا، سعيا لتعظيم المصالح المتبادلة بيننا وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، وبما يسهم في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه أمننا القومي. لقد أسهمت تلك الآلية في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الزراعة والنقل والسياحة والطاقة، انطلاقا من حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا من إمكانيات وموارد تؤهلها لتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرفاهية والرخاء. واتساقا مع ما تقدم، وقعت دولنا الثلاث إلى جانب شركائنا في شرق المتوسط على الميثاق التأسيسي لمنتزه غاز شرق المتوسط، الذي لا يمثل فقط نموذجا لتشجيع التعاون الإقليمي والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، وإنما يعد إطارا للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة في مجال الغاز